هنا في معقل الاتحاد ساحة محمد علي. في صباح عطلة المولد النبوي كان المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية بصدد الانعقاد للتباحث حول المستجدات في العملية التفاوضية ومصير الإضراب العام في الوظيفة العمومية. بعد مباشرة يصدر المكتب التنفيذي بيان يتمسك فيه بالإضراب اللي بره بالنقاط التالية: الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في ظروف لايقة وزيادات تقلص تدهور مقدرتهم الشرائية، الدفاع عن المرفق العمومي وجودة الخدمات اللي قدمها واستعادة دوره في الريادة اقتصاديا واجتماعيا، تسوية وضعيات كل العاملين بأشكال هشة، الذود عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية، الدفاع عن مصداقية التفاوض وحماية الحوار الاجتماعي من الانتهاك. المنظمة النقابية إذن ماضية في درب الإضراب وتقوم بعملية حشد وتعب قواعدها من أجل إنجاح وغدوة قدام مجلس النواب. بالمقابل حكومة الشاهد وعديد الأطراف تأكد أن وضعية المالية العمومية لا تسمح بإقرار زيادات كبيرة، خاصة أن كتلة الأجور في تونس هي الأولى عالميا في نسبتها من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة لمسألة إملاءات صندوق النقد الدولي، يذكر بعض الخبراء بالتجربة البرتغالية اللي نجحت في تجاوز ظرفها المالي والاقتصادي الصعيب بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة مدعوم من صندوق النقد. إلا أنه الطرف النقابي يرد أن كراهات المالية العمومية لا يجب أن تدفع ضريبتها الطبقة الكادحة، وما على الدولة إلا تعبئة موارد من محاربة التهريب ومكافحة الفساد وإقرار منظومة جبائية عادلة. قرابة 650 ألف موظف في إضراب غدوة، الأكيد أنه عنده تبعات وتداعيات على المستوى الاقتصادي والسياسي. فهل يؤشر الإضراب هذا المرحلة جديدة من علاقة الاتحاد بالسلطة بعد نهاية مرحلة وثيقة قرطاج اللي كان الاتحاد أحد أعمدتها الرئيسية؟ نبدأ النقاش حول هذا الحدث والموضوع المهم بالترحيب أولا بضيفنا الأول سي محسن حسن الوزير السابق والخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوة، بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لضيوفك وللسادة المشاهدين. مرحبا بك. سيلتحق بنا بين الفينة والأخرى ضيف آخر أستاذ الاقتصاد سي مصطفى الجويلي، وأيضا عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. فقط للتنويه حبيبو، الإضراب في الوظيفة العمومية والموضوع يمس أكثر قطاع الوظيفة العمومية، في حين أن المتحدثين أو مسؤولي الاتحاد هذا حقهم طبعا فقط من باب الإشارة، حاولنا مرارا وتكرارا وكان عندنا وعد أن يكون معنا أمين عام مساعد، لكن الأمين العام اختار أن يذهب إلى قناة خاصة، هذا حقه أيضا، إلا أنه مش ممنوع أما يستحسن عدم الحديث في نفس التوقيت الذي يتحدث فيه الأمين العام، على أن الرأي العام مطالب بأن يفهم أيضا الدوافع والمبررات وأيضا رؤية الاتحاد في هذا الحدث المهم. حبيب تفضل. في الوظيفة العمومية غدوة في الوظيفة العمومية في القطاع العام، المفروض أن الإعلام العمومي هو واحد من هذه القطاعات الذي يجب أن يكون منبرا للاتحاد العام التونسي للشغل ولمسؤولي الحكومة ولكل الفاعلين يقدموا تصورهم ورؤيتهم. أنا أتصور أنه في مثل هذه اللحظات متاع الشد والجذب يكون القطاع العمومي هو الأكثر حياد والأكثر يعني موضوعية واللي عنده مسافة بين الأطراف الكل. فما بصراحة لا أستطيع أن أفهم علاش سواء كان معنا الاتحاد العام التونسي شغل أو أحيانا حتى الحكومة أو السلطة التنفيذية أو التشريعية توجه رسائلها من القطاع الخاص. الكل ربما عذرهم أنه يحسب بنسب المشاهدة ربما هذا أيضا مش حجة، لأن ليس المشاهدة ليست معطيات علمية. على كل نقول هذا ونمضي ونبدأ بسؤالي الأول. هذا الإضراب سي محسن يؤشر أو سيؤشر لعلاقة جديدة ما بين اتحاد الشغل والحكومة، ما أنه شر لابد منه، والاتحاد عنده منظورين والحالة صعبة جدا في العلاقة بالمقدورة الشرائية. خليني في الحقيقة سي مكي نذكر أنه بلادنا كما تعرف الناس كل تمر بظرف صعيب، هذا ما ينكر حتى حد، اجتماعيا اقتصاديا سياسيا. والحقيقة نقول أنه تونس الآن هي في حاجة إلى أصوات الحكمة، في حاجة إلى أصوات العقل، في حاجة إلى الأصوات المتوازنة اللي تقر بالحقيقة وتقترح الحلول. اليوم لابد من الاعتراف وأنه وضعية الموظف التونسي والعامل التونسي هي وضعية صعبة منكرها حتى حد بما في ذلك الحكومة. اليوم المؤشرات الكل تأكد وأنه بين 2010 و 2017 و 18 تقريبا القدرة الشرائية تراجعت ب 40%. نعم. هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، والأسعار صعود صاروخي طبعا. أيضا الطبقة الوسطى اللي كانت هي المفخرة متاع تونس وكلنا أولاد الطبقة الوسطى وأولاد المصعد الاجتماعي كانت تتمثل ما قبل الثورة
80%، الآن هي أقل من 65%. هذه كلها مؤشرات تدل على تدهور المقدرة الشرائية، وطبعا السبب المباشر كما ذكرت سيادتك هو ارتفاع الأسعار، ارتفاع التضخم. اليوم نسبة التضخم في 2010 كانت في حدود 4.4%، اليوم في نهاية 2018 قد نصل حسب صندوق النقد الدولي إلى نسبة 8.1%، وهو مؤشر خطير عنده تداعيات على القدرة الشرائية نتاع المواطن اللي تزيدت فقرها، وأيضا القدرة التنفسية حتى نتاع المؤسسة نتاع الاقتصاد. أسباب التضخم هي أسباب معروفة عندنا، أولا أسباب نقدية عندما تدخل الدولة وتضع في السوق رقاع خزينة قابلة للتنظير باش تمول ميزانية الدولة، هذا عنده تأثير على التضخم. عندما التأثير المستورد والتضخم المستورد هذه حقيقة ونحكيوا عليها ونحكيوا على الحلول. أيضا الوظائف اللي غير منتجة لوقع أحداثها بين 2011 إلى الآن، عام 2010 كنا في الوظيفة العمومية اللي هي موضوع الزراعة كنا 440 ألف موظف، الآن تقريبا في حدود 700 ألف موظف. الوظائف بين ظفرين الوهمية الغير منتجة هذه كسبب من أسباب التضخم. أيضا مسألة أخرى التضخم المالي، بمعنى أنه مؤسسة عندما ترتفع أعبائها المالية، المؤسسة تقترض، وعند عندما ترتفع نسبة الفائدة فإنه أعباء المالية تقترض المؤسسة، الكلفة الزايدة باش توظفها على السعر وبالتالي تضخم جديد. فما أيضا أسباب هيكلية وهذه ما نحكيوش عليها برشا، فما على مستوى مسالك التوزيع اليوم للأسف الشديد فما خور كبير، التهريب، عدم قدرتنا على توفير العرض الملائم، هذه كلها أسباب ظاهرة للتضخم أدت بصفة واضحة وجلية إلى تراجع المقدرة الشرائية نتاع الناس، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. طيب أمام كل هذا سي محسن، أين الحكومة وجهودها السياسي مسؤول اليوم يطرح أيضا. المواطن التونسي العادي يعني بدون تجاذبات، هل أن الحكومة في إمكانها أنها تزيد في الأجور وبخلتنا؟ هل أن الزيادة في الأجور في الوضع الحالي هي تؤدي إلى تحسن المقدرة الشرائية؟ خلنا نبدأ بالنقطة الأخيرة. اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وأنا نحكي بكل موضوعية وبكل تجرد، ونجدد حقيقة احترامي لمنظمة حشاد ولكل النقابيين ولكل منتسبي لها المنظمة العريقة، اليوم رأي علميا كل زيادة في الأجور هي تؤدي إلى مزيد التضخم، أي إلى مزيد تراجع المقدرة الشرائية، وتؤدي أيضا إلى مزيد ارتفاع العجز في الميزان التجاري، لأنه هالطلب الإضافي اللي باش يخلق الزيادة في الأجور تؤدي لاستهلاك إضافي يقع تلبيته عن طريق التوريد، هذه المشكلة فين. إذن زيادة في الأجور الآن في وضع الحالي ستؤدي مباشرة إلى مزيد من تراجع المقدرة الشرائية. لكن عفوا تدقيق فقط سي محسن، ما نعرفه أن الأجراء وموظفي الوظيفة العمومية لا يستهلكون مستوردا كثيرا، يعني هذا بصفة على المستوى الكلي هذا على المستوى الكلي على المستوى الوطني. لكن السؤال الأهم اليوم، هل أنه حقيقة الوضع المالي للدولة يمكن الآن من زيادة في الأجور؟ رغم فما حلول تنقل عليها من بعد حتى ما نبدأوش مجحفين في تشخيص المشاكل ثم نمضي إذا كان ناخذ احنا ونقارنه بين العشرية الأولى ما قبل الثورة، أي 90-2010 و 2011-2017، في العشرية الأولى نسبة النمو، معدل النمو الاقتصادي في تونس هو 4.5%. في تونس خلال الست سنوات الماضية، سبع سنوات الماضية، معدل النمو هو فقط 1.5%. وإذا كان يتراجع النمو يعني مباشرة تتراجع موارد الدولة والدولة وضعيتها المالية تتعكر. خلنا نمشي أكثر إلى وضعية التوازنات المالية للدولة. اليوم في تونس عندنا مشكل نمو اقتصادي، فما تحسن 2018 ولكن لا زال نمو ضعيف ولا زال نمو هامشي. نجيو الآن إلى المشكل الحقيقي اللي تعاني منه بلادنا اللي هو التوازنات المالية الكبرى، وهذه حقيقة مش وهم، وأنا باش نعطي أرقام باش تأكد هذا الأمر. ناخذ العجز في ميزانية الدولة. تعرف 2010 بكل مساوئ النظام السابق هناك إيجابيات على المستوى الاقتصادي، العجز في ميزانية الدولة كان تقريبا ب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا 650 ألف دينار، وهو عجز مليون 650 ألف دينار، أي 0.650 مليار دينار، أي يعني مستوى عجز ضعيف. الآن سنة 2018 العجز هو في حدود 4.9%، تقريبا 5200 مليار. إذن شوف العجز في ميزانية الدولة،
ارتفع من 650 ألف دينار إلى 5200 مليار. أيضا إذا كان ناخذوا احنا نفقات التصرف بين 2010 و 2018، 2010 نفقات التصرف هي في حدود 12 مليار دينار، 2018 هي 25 مليار دينار، أي أنه نفقات التصرف تضاعفت في 7 سنوات. الأجور، وهذه لربما النقطة الأهم، عام 2010 كتلة الأجور كانت في حدود 6.4 مليار دينار، 2018 كتلة الأجور هي في حدود 16 مليار دينار، الأعلى عالميا، الأعلى عالميا من حيث نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 14%. نعم. إذا كان نقارنوا نسبة نمو كتلة الأجور بارتفاع الاستثمار العمومي، نعرف نلقاو أن الاستثمار العمومي بين 2010 و 2018 تقريبا قعد ستابل، 2010 في حدود 5 مليار دينار، 2018 6 مليار دينار، استثمار عمومي تقريبا مستقر. إذا كان منقولوش تراجع، كنا ناخذ بعين الاعتبار التضخم، والاستثمار العمومي هو من يخلق ثروة عادة. نعم. وكتلة أجور تتضاعف بين 2010 و 2018 من 12 إلى 25، من 6.4 إلى 16 مليار دينار. هذا ما فماش نمو متوازن بين نفقات الدولة، بين نفقات الاستثمار، بين موارد الدولة ونفقاتها. نعم. عدد الموظفين ذكرته قبيلة، 2010 435 ألف، الآن نحن تقريبا عندنا 630 ألف موظف عمومي. خدمة الدين، 2010 كان في حدود 6 مليار دينار، 2018 هو في 2018 في حدود 9.3 مليار دينار. التونسي عندما في 2010 كل تونسي عنده دين خارجي ب 2430 دينار، الآن كل تونسي عنده دين خارجي ب 6080 دينار. هذه مؤشرات لتبين حقيقة وأنه عندنا مشكل حقيقي على مستوى إمكانية الدولة، مشكل حقيقي على مستوى التوازنات المالية الكبرى. هل أنه الزيادة في الأجور الآن ممكنة؟ تقنيا هي غير ممكنة الزيادة بمعناها الكلاسيكي، لأنها ستؤدي إلى مزيد من التضخم. واقعيا هي غير ممكنة لأن الدولة ليس لها إمكانيات. الحلول موجودة، تنحكيوا عن الحلول، الحلول موجودة حتى. نعم. لربما انتمنوا الأجراء وانتمنوا أخوتنا، وأنه موجود فما حلول تمكن من ترقيع وترميم المقدرة الشرائية. توجيه حلول سي محسن، لأنه نعم. حتى الحلول فيها اختلاف وفيها آراء. نعم. ناخذ تفاعل. نعم. من صديقنا حبيب، الأرقام تبين بما لا يدع مجال الشك حبيب أن الوضع صعب، أن خزينة الدولة غير قادرة على توقيع إجباري، ربما وإذا وقعت ستقترض، ما ثمش حتى سحر وحتى حل آخر. ما رأيك حبيب؟ التشخيص اللي قدمه سي محسن طبعا الجميع يتفق عليه. نعم. تو المشكل أنه الناس كل متفقة على التشخيص هذا، ولكن ثم جملة من التدقيقات. تدقيق لو قلت، وانت قلت أنه ما تنجمش الدولة، ولكن في نفس الوقت نحن أمام طبقة وسطى تنهار مقدرتها الشرائية، إذن هذا أيضا يجب يدخل في التشخيص. دولة ما تنجمش، ولكن طبقة وسطى أصبحت عاجزة. هذا جانب أول. جانب الثاني، أنت قارنت بين مرحلة ما قبل الثورة وما بعد الثورة. من المؤكد أنه قبل الثورة كان ثم نمو، لكن لم يكن هناك ثم تنمية، لأنه كانت دولة قوية، دولة في مستوى معناها تضمن على الأقل الميزان التجاري يكون معدل إلى حد ما، تواجه في المهربين، تواجه يعني ديما تحاول تعمل ضبط اجتماعي، ضبط اجتماعي في علاقة بالمنظمة الاجتماعية وبالطلبات الاجتماعية، ولكن في الأخر صارت انتفاضة، مما يدل على أنه هكذا اللي كان قبل. كان مضطرة الدولة في 2011 أنها تعمل الإجراءات الاجتماعية اللي حكيت عليها أنت. نعم. باهي، عملنا إجراءات اجتماعية ربما فيها جوانب شعبوية. نعم. لكن السؤال اليوم يا سي محسن اللي لازمنا نجاوب عليه، والحكومة حبتش تجاوب، أنه من ناحية هي تحكي على وضعها المالي، ومن ناحية أخرى تعترف اللي الطبقة الوسطى تعاني، واللي الناس يعانيوا، واللي الناس في الجهات يعانيوا، واللي الموظفين يعانيوا. إيه شنو الحل؟ ثم إجراءات لازمها تقوم بها، هي ما قامتش بها. مثل ماذا؟ مثلا عندما تتحدث أنت على مسألة الميزان التجاري، مراقبة الأسعار، شنية هي الأسعار، ما هي مراقبة المهربين ومراقبة المضاربين. نعم. مسألة التعويم، شكون عملوا التعويم بتاع الدينار؟ هي اعتبرته أنه حل من الحلول، لكن يبدو أنه كارثة. إذن المشكل أننا قد نتفق في التشخيص، ولكن
الحكومة لم تقم، الحكومات كلها الحكومات المتعاقبة من 2011 تو ما قاموش بما يجب عليهم أن يقوموا به، وهذا المأزق يظهر لي في الصراع الاجتماعي. هذا المأزق سي محسن، خلينا نوضح أكثر أنه الأمر لم يأتي هكذا بين ليلة وضحاها. السياسيون من 2011 إلى اليوم لم يشتري حلولا، دور السياسي أنه يلقى الحل، المشكلة يتراكم ونجد نفسنا في واجهة مع الحال. بالفعل يعني الوضعية الحالية اللي نحب نأكد عليها هو نتيجة لتراكمات كبرى وانزلاقات على مستوى المالية العمومية وانتدابات في مواقع غير منتجة. هذه فما انزلاقات وأخطاء كثيرة وجرائم كثيرة ارتكبت في حق المالية العمومية، كان من الإمكان أن نتجاوز الإخلالات اللي تمت. ولكن اللي في أي حكومة بالضبط وكنت يعني وزير تقريبا منذ الثورة إلى الآن وخاصة في الفترة الأولى، يعني من غير ما نسيس الأمر حقيقة لربما لأسباب اجتماعية لحد من حالة الاحتقار وقعت انتدابات في غير محلها. وأنا نحب نأكد على حاجة من باب الأمانة العلمية، في تونس المشكل ليس في مستوى الأجور، مستوى الأجور هو متواضع جدا، 250 دولار تقريبا معدل الأجور مقارنة بالدول المشابهة، وهذا يؤكد ما قلته من تردي المقدرة الشرائية. ولكن المشكل الأساسي هو تضخم عدد الموظفين وارتفاعهم بشكل كبير جدا، وهو ما يقتضي اصلاحات. وهنا جون شامل على مقاطعه صغيره بشرحها بالضيف الذي وصل الان سي مصطفى جويلي، اهلا وسهلا بك، تفضل تدخل مباشره على المباشر، هذه ظروف المباشر، تفضل سي مصطفى. وصلت وجيتنا من بعيد اخيرا، نشكرك ونحييك. استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه، عضو المكتب السياسي للحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحده، اهلا وسهلا بك. نأخذ القطار وهو يمشي كما يقول. تابعت ربما كلام سي محسن، ثم اتفاق على التشخيص حسب ما حكينا منذ قليل، المشاكل نعرفها الكل تقريبا، الاختلافات في الحلول، الزيادة واللي وهي سبب الإضراب غدا ليست هي الحل السحري والأمثل، بل هذا حل سيثقل كاهل الدولة وخزينة أصلا ليس لديها بما تزيد، ستضطر إلى الاقتراض من صناديق دولية نعرف جيدا خطها وإملائتها. شكرا وأعتذر مرة أخرى على التأخير، وأنا ما حضرتش. لا أنت جيتنا كحل إنقاذ، شكرا لك. يعني ما حضرتش من الأول، دوك ما نجمش نعرف بالضبط شنو حكاية وضيوفك خاصة سي محسن. سمعت شوية عدل التشخيص وإثقال كاهل الدولة بالانتدابات، هذه النقطة فهمتني زاد فيها الكثير ما يقال، لكن خليني نرجع للإضراب شوية. فهمتني الإضراب ماهوش يعني كما سمعنا شوية في بعض وسائل الإعلام وكأنه الموظفين هذو ما عندهم يعملوا، قرروا فجأة أنهم يعملوا إضراب. الإضراب راهو نتيجة لمسار، هو نتيجة لسياسات. نعم. يعني ما نجموش أن اليوم نجرموا الإضراب وإلا صار تشويه للإضراب، صار تشويهات عديدة للإضراب وتشويه للاتحاد العام التونسي الشغل وتحميل مسؤولية وكأنه الاتحاد هذا مش محافظ على مصلحة البلاد وكأنه ضد المصلحة الوطنية، ولا كأنه فهمتني يعني قريب باش نوصلوا حتى فهمتني أنه الموظفين في تونس هم اللي يتحملوا كل فهمتني الأزمة. ولكن احنا هات نشوفوا المعطيات والأرقام شنو تعطينا. نعم. احنا كي ناخذوا من 2011 حتى لتوا راهو الزيادة في الأسعار فاقت 40%. 2018 البنك المركزي يتوقع انه نسبه التضخم باش تفوت 8%، دونك طبيعي جدا ومنطقي جدا انه الموظفين اليوم باش يطالبوا بتحسين شروط حياتهم. وقت يولي الاضراب مش حتى مشروع، الاضراب يولي واجب دفاعا على المقدره الشرعيه. يولي مش حق دستوري برك، واجب مش حتى حق، خلينا من حق دستوري ما نحكيش على المشروعيه من جانب دستوري، المشروعيه من جانب اجتماعي. الواقع اليوم اجتماعي، وهذه فهمتي افرازات نتاع السياسات. اثنين راهو ما نجموش ناخذوا الاضراب زاد هكاك كانه حدث معزول. هذه خيارات نتاع الحكومه، هذه فهمتني ارتهان المؤسسات المالية العالمية، هذا حفاظها على مصالح بعض اللوبيات والعائلات النافذة في تونس. واللي نجم يوصلنا كان الوضعية هذه جزء فيه بسيط هو فهمتني معناها تدهور المقدرة الشرائية اللي متهمش كان الموظفين فقط، يتهم عموم التوانسة. طب من يتحمل مسؤولية كل الذي جرى مصطفى؟ الحكومات المتعاقبة، حكومة واحدة، المواطن العام؟ لا مش الموظف. المواطن خطر من يتحمل المسؤولية
هو بطبيعة الحكومات، لأنه من يحكم اليوم؟ الحكومات المتعاقبة من 2011، نرجو حتى قبل 2011، لكن خلينا في 2011، كل فهمتي الحكومات المتعاقبة والأحزاب اللي التفت حولها وشكلتها تتحمل المسؤولية، لأنه اللي وصلنا له اليوم هو نتيجة لخيارات اقتصادية واجتماعية، ما جاش من الهواء. احنا مثلا تو نسمعوا برشا وهذايا زاد فهمتي من باب المغالطات، وكنت نسمع تو شوية ما نعرفش اسكو فهمتي يقصد نفس الحكاية ولا اللي راهو كي نزيدوا في الأجور هذايا باش يؤدي إلى ارتفاع التضخم. هذه يقولون الخبراء. لا مو شوف انا سمعت خبراء يقولون هذا، وهذا فيه مغالطه كبيره وكذبه كبيره جدا. فسر لنا به. لانه التضخم في تونس منين يجي؟ عنده ثلاثه اسباب رئيسيه. اولا الانزلاق نتاع الدينار صار هذا، نعم. بالطبيعه كي يتراجع الدينار، والدينار راهو مش مسيب هكاك ينزلق فهمتني بشكل عفوي وحده، راهو ثم سياسات خيارات سياسيه، ثم خيارات من تنجم تؤدي كان الانزلاق. وبالطبيعه وقت ينزلق الدينار الكلفه الانتاج تاع المؤسسات باش تزيد، المواد الاستهلاكيه فهمتني اللي نجيبوها باش تزيد اسعارها، هذا ينعكس مباشره على الاسعار المواطن المستهلك. اثنين العجز التجاري، والعجز التجاري منين علاش يعطينا مع تركيا كان كبير؟ لا مش حتى مع تركيا، الكل العجز بشكل عام الكل. يعني العجز التجاري معناها يدعم ما يسمى بالتضخم المستورد، خاطر وقت نستوردوا اليات نستوردوا مواد راني نستوردوا معاها التضخم. الحاجه الثالثه هي بالطبيعه فهمتني الاحتكارات اللي تسيطر على مسالك التوزيع. دونك هذا يعطيك مثال بسيط، اليوم انت الفلاح في تونس في احسن الحالات يبيع كيلو طماطم ب 250 فرنك في احسن الحالات، هذا المعدل تقريبا السنوي، وهذه ارقام وزاره الفلاح. السعر عند الانتاج يوصل للمواطن، يوصل للمواطن حسب يعني مضاربات 1000 واحد. دونك هذايا كله الموظفين مش مسؤولين عليه. دونك الحاجه الثالثه توا وقتاش نعملوا زيادات في الاجور؟ الزيادات في الاجور في تونس تصير عاده نتيجه لمفاوضات اجتماعيه. يعني وقتاش؟ بعد ما يصير التضخم مش قبل. وقت يصير تضخم توا كي نعملوا مفاوضات اجتماعيه في 2018 نزيدوا في الاجور على اساس التضخم اللي لاحظناه في 2017. نعم. دونك هو كما انه فهمتني نلاحقوا نأجلوا ونأجلوا في يعني المشكلة. كانه فهمتني هذاك علاش راهو باللي تزيد في الاجور ديما المقدره الشرائيه نتاع الموظفين تتاكل، وهذا بالطبيعه نتيجه للخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه. اليوم اذا كان فهمتني نسمعوا برشا حديث نتاع والله فهمتني ميزانيه الدوله لا تسمح، وهذا فيه برشا مغالطات. علاش؟ لانه ميزانيه الدوله تسمح باش تعطي فهمتني في اطار ما يسمى بتشجيع الاستثمار منح وحوافز ماليه واعفاءات جبائيه لبعض الاسماء المؤسسات للمؤسسات المحليه والاجنبيه، في حين انه نشوفوا انعكاساتها في الواقع يعني على مستوى التنميه ما ثماش. والاستثمار العمومي لم يرتفع. ميزانيه الدوله محسن. ميزانيه الدوله نتيجه لتدهور الدينار الكلفه نتاع المديونيه تزيد، ماهيش فهمت التضخم في الاجور، ماهوش الزياده في كتله الاجور، هو فهمتني اللي السبب الرئيسي نتاع عجز الميزانيه، غض الطرف عن الفساد. كتله الاجور الاعلى عالميا مقارنه بالناتج الوطني. لا مش صحيح. لا مش صحيح. تقارير دوليه. تو انا سمعت سي تقارير دوليه سمعت سي محسن يقول تضخم الموظفين، انا ما خلينا من تضخم الموظفين خاطر هذه مساله نسبيه، والناس تحكي لنا على تضخم الموظفين علاش يعتمدوا؟ يعني تدمنا على مؤشر ما نعرفش منين جابوه يقول لك انه نسبه الموظفين في بلاد يلزمها ما تفوتش 3% من عدد السكان، هذا ما عنده حتى معنى. نعطيك 650 الف احنا عندنا 680 الف تقريبا ما يقارب 5.7% من نسبه السكان. نعطيك مثلا في فرنسا معقوله جدا، في فرنسا نسبة عندهم تقريبا يعني 60 موظف على كل 1000 مواطن، يعني أكثر من 6%. في ألمانيا النسبة فهمتي تقريبا في حدود 7%، يعني العديد والعديد من البلدان ما عدا اليابان اللي تشكل فهمتني حسبة عدد الموظفين على عدد السكان، على عدد السكان وعلى كتلة الأجور من الناتج الوطني الخام. كتلة الأجور كتلة الأجور كي نقولوا راهو كتلة الأجور يلزمها تمشي من 14 حتى لل 10% من الناتج المحلي الخام. نعم. إيه هذايا علاش؟ يعني اش معناتها كتلة الأجور؟ الناتج ما ثماش مش إيه أنت كي تحب تزيد نقص في نسبة
الـ يعني الاجور. ما هو الحل الامثل انك تزيد في الناتج المحلي الخام، وهذا مش قاعد يصير. كيفاش تزيدوا الناتج المحلي الخام؟ ما هو ثم وقت السياسه تاع الدوله من الاستثمار العمومي، فهمتني، من وال التنميه، التعويل على القطاعات المنتجه مش بعض القطاعات الهامشيه كما نشوفوا اليوم. دونك الحاجه الثانيه ما هو خلينا نفهم وراه هي معادله. الناتج المحلي الخام ينقسم الى ثلاثه اقسام كبرى، ثلاثه اجزاء كبرى. ثم جزء اللي هو الدوله تاخذه عن طريق فهمتي الاداءات المباشره وغير المباشره، ثم جزء اللي هو ارباح الشركات، وثم جزء الاخر اللي هو فهمتني بطبيعه المناب ولا حصه العمال والاجراء في الثروه الوطنيه. كي نجي انا نحب نقول راهو يلزم ننقص في نسبه الاجور الى 10%، وفي نفس الوقت نشوفوا اللي ثم اعفاءات جبائيه وثم حصه الدوله في الناتج المحلي الخام ماشي وتنقص، على سبيل المثال كانت في حدود 32% سنه 86، توا نحن تقريبا في حدود يعني ال 20%. يعني من ياخذ حصه الدوله ثم حيث اجتماعي بالطبيعه، ثم فهمتني الشريحه اجتماعيه، ثم طبقات اجتماعيه، ما يسمى بين ظفرين بالمستثمرين هم اللي قاعدين يربحوا فهمتني. يعني كل ما فهمتني يعني هل الدفع نحو تنقيص نسبه العمل، نسبه الاجور في الناتج المحلي الخام، هو يهدف الحاجة واحدة برك، هي ترفيع نسبة الأرباح في نفس الناتج المحلي الخام. إذا مهمة بالحقيقة، نحن بين خبيرين وأنا أستفيد منكما. تفضل سي محسن، في نفس التمشي هذا دائما في إطار التشخيص قبل أن نصل إلى الحلول. أنا نتفق مع صديقي في بعض النقاط اللي قلناها قبل مجيء، وأنه اليوم الكل نقر بتدهور المقدرة الشرائية، ولكن اليوم للنظر في مدى تطابق كتلة الأجور مع المعايير الدولية، النسبة الوحيدة هي نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي هذه المعتمدة، سواء كان في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المنظمات المالية العالمية أو الاتحاد الأوروبي أو غيره. اليوم أعتقد وأنه بكلنا متفقين لابد من ترميم المقدرة الشرائية للتوانس، هذه حقيقة لابد أن تقل، ولكن كيفاش؟ أنا من وجهة نظري الخاصة، زيادات في الأجور على ميزانية الدولة حسب الأرقام اللي قدمتها غير ممكن، وحتى فنيا نعاود ونقول وأنه في فترة الأزمات أي زيادة في الأجور تؤدي إلى مزيد تراجع المقدرة الشرائية وإلى مزيد من التضخم. اليوم خلينا نمشيو في باب الحلول. أول نقطة نحب نأكد عليها وأنه شيطنة الاتحاد هذا مرفوض، منظمة حشفادي، منظمة التوانسة عريقة طبعا، الناس هذوما والقيادة الحالية وبدون رمي ورود، أنا كنت عضو حكومة وخدمت معاهم، ناس وطنيين، ناس صادقين، خدمت معاهم في وثيقة قرطاج، وأعتقد وأنهم ناس جديين. تبقينا لربما علاش تقطعت لغة التواصل؟ وهذا اللي نقوله، النقطة الأولى من المقترحات حتى نتمكن من حلحلة هذه الوضعية والمحافظة على السلم الاجتماعي هو العودة إلى طاولة المفاوضات. اليوم هذه دعوة نوجهها للحكومة ودعوة نوجهها لو حبينا نفهم أكثر سي محسن. لا، من أنا مستقل، ما عندي حتى علاقة بهذا الأمر، ولكن وجهنا إلى أصدقائي النقابيين والحكومة أدعوهم إلى العودة إلى تفاوض وإيجاد حزمة من الحلول، تنجم تكون في شكل إجراءات اجتماعية، تنجم تكون في شكل إجراءات جبائية، وهذا ممكن. أنا عندما نخفض من الضغط الجبائي على الأجراء فإني بطريقة أو بأخرى رفعت من قدرته الشرائية طبعا. والحل هذا أعتبره الأنسب والأسلم من بين الحلول اللي يعني تخفيض الضغط الجبائي. أنا نسألك في النقطة هذه كان تسمح مكي. تفضل. أنت ذكرت الآن وثيقة قرطاج. نعم. تقريبا التجربة الأولى أو الثانية بعد الوثيقة الأولى. نعم. فيما يسمى بالحوار الاقتصادي. نعم. والاجتماعي. نعم. خاطر من خلال تشخيصك أنت. نعم. إحنا ما عندناش حل إلا أن نقعد الناس كل مع بعضنا طبعا. أطراف نعم. اجتماعية وحكومة ومستثمرين وكذا ونعمل رؤية اقتصادية. نعم. ما هو 63 نقطة ولا؟ نعم. اي شنو اللي خلى حسب رايك انت انه هذا ما نمشيوش فيه، ما نمشيوش في الحلول هذه بعد ما عملنا ال 64؟ نعم. اللي هي تغيرت الحكومه. لانه لو ناخذ 63 نقطه مش ال 64 بكل جديه، تاكد فيهم خطه للدفع الاقتصادي. علاش ما صارتش وخطه؟ وهنا ادعو الحكومه وان تستانس ب 63 نقطه حتى تضع خطه للدفع الاقتصادي. سي حبيبي اسال علاش ما صارتش، انا باش نسال بشكل مباشر اكثر. نعم. الازمه السياسيه بين رأسي السلطة. نعم. وهذا الاستقطاب الحاد مش بين زوز أحزاب بين الكتل على الأقل. نعم. ألقى بظلاله على العلاقة مع الاتحاد أم لا؟
يعني خليني نحكيه بصراحة وبوضوح، ما بيا نمشي في الإيجابي وفي المقترحة. نعم. أنا نقول اليوم هناك أطراف سياسية تدق تبول تقرع تبول الحرب، حديث عن ثورة الجياع. يعني وثورة الجياع، يعني أنا نقول قلت في البداية تونس اليوم وضعنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يتطلب الحكمة. كلنا مقرين بحاجة التوانسة إلى ترميم مقدرتهم الشرائية، ولكن أعتقد أحنا اليوم في حاجة إلى حوار وخطاب سياسي نقابي اجتماعي يدفع نحو المسار، يدفع نحو الفرصة مازالت مواتية. وهذه صحبي بنوجهوها مرة أخرى للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أنهم يجلسوا مرة أخرى على طاولة المفاوضات، والحلول موجودة سواء كان من ناحية من ناحية الإجراءات الاجتماعية غير الاقتراض، ثم حلول أخرى. اليوم خليني نقولها بصراحة فيما يتعلق بالاقتراض، راهو أي زيادة في الأجور مجبر صندوق النقد الدولي سيجد نفسه مضطر إلى إيقاف القروض والكولة، ونعرف صديقي مش بتتفق معايا لو احنا اليوم في حاجة لصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي احنا على ما يوقف الحكومة والدولة التونسية في حاجة. سامحني شوف خليني كمل، ما قصدتش عليك، خلي كمل سي مصطفى. إذا من وجهة نظري بلادنا في حاجة إلى التمويل من صندوق النقد الدولي، أولا لأنه بنسبة ضعيفة 2% وما عندناش إمكانية للتداين الخارجي أساساً سواء اللجوء لصندوق النقد الدولي. وعندما يمولك صندوق النقد الدولي يمولك البنك الدولي، يمولك البنك الإفريقي للتنمية، احنا في حاجة للمؤسسات المالية العالمية، لأنه 2019 احنا مجبورين على توفير تقريبا 10 مليار دينار موارد من التدين الخارجي، وهذيك وضعيتنا وهذاك حالنا، وما نخرج من الوضعية هذه إلا إذا كان خدمنا. إذا نلخص العمل باش نرجع لك احد الحلول سمكي، وانه الحوار هو الأساس. منظمة حشاد عودتنا دائما على الحوار ولغة الحوار، وكذلك الحكومة أدعوهم إلى العودة للتفاوض وإيجاد سلسلة وحزمة من الحلول الاجتماعية، وأركز على الحلول الجبائية. أيضا من جانب الحكومة، وهذا فرصة باش نذكر، الحكومة مطالبة بأن تتخذ إجراءات حقيقية للتحكم في التضخم. اليوم عندنا مشكل حقيقي صاحبين في تونس اللي هو التضخم، نسبة 8%، صندوق النقد الدولي يقول 8.1%، ومعالجة التضخم لربما تنجيو في الفترة الثانية ما ندخلش في باب الحلول، ما هيش فقط يعني بآلية السياسة النقدية. وأنا ضد ما ينتهجه البنك المركزي الآن من سياسة تقوم على الترفيع في نسبة الفائدة المرجعية. الحلول هناك حلول هيكلية على الحكومة أن تقوم بها الآن وبسرعة، وأعتقد أنه عندها برنامج في الإطار هذا. أيضا العجز في الميزان التجاري، اليوم وصلنا إلى وضعية أعتقد أنه هناك إجراءات أعلن عليها السيد رئيس الحكومة. أنا أطالبه كمواطن تونسي أن يسرع بإيجاد وبتطبيق الحلول للحد من عجز في الميزان التجاري. أيضا مسألة العجز في ميزانية الدولة، اليوم صحيح وأنه تقلص العجز في ميزانية الدولة 2019 تكون في حدود 18 4.9%، 2019 3.1%، ولكن لابد من إصلاحات حقيقية حتى نتمكن من تقليص في العجز من الميزان التجاري. ونقاش في قانون المالية سيبدأ جانب آخر ونقطة وأمي بها طبعا، هذا في باب الإصلاحات والحديث عن تقليص العجز في ميزانية الدولة يقتضي أساسا عدالة جبائية. أني بنقطة فقط في باب المقترحات، الحكومة والاتحاد الآن مطالبين باش يحطوا يديهم في دين بعضهم من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح الإدارة. اليوم نعاود ونقول الإدارة التونسية فيها تضخم كبير لعدد الموظفين، ما نقولش نطردوهم من الناس هذوما. الاتحاد والحكومة تجد آلية للتسريع من عمليات تسريح طوعي لم تنجح. ما يسمى بترشيد الموارد البشرية طبعا. اليوم طبعًا. مشكلة الوظيف العمومي ما هيش فقط العدد بتاعه، توزيعه وحزن توزيعه. أنا كنت أشرف على وزارة التجارة والمراقبة الاقتصادية اللي هي الأساس، عددهم قليل جدا نعم. والآن هم في تراجع نعم. لما لا يقع توجيه الموارد البشرية لما يتعمل في حد شيء حقيقة مع احترام للجميع وغير منظم إلى الإدارات والمرافق العمومية ده. اللي احنا فيهم في حاجة. إذن إصلاح إداري، إعادة توزيع للموارد البشرية، هذه حزمة من الإصلاحات، والنجم في كل نقطة نمشي إلى التفاصيل. أستاذ مصطفى، نحب رأيك في حزمة الإصلاحات هذه المقترحة، أيضا عن ثقافة العمل. أحكيناش على ترشيد الموارد البشرية قبل أن نطالب بزيادات المنظورين، نأكدوا عليهم في ثقافة العمل أما أنه فقط خوض وطالب. شوف يعني الحديث متاع ثقافة العمل اللي حيب بيخرجنا الموظفين متاع تونس وكأنهم ما يخدموش وما يعملوا في حد شيء.
والكسل هو ما يخدموش شنو سي موسى لا 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 ما شوف معناها ثم الصوره معروفه لا شوف لن نجملها لن نجملها ولكن عن اي ثقافه عمل تحكي من يجتهد يطالب بالزياده وانت اليوم الاجر المتوسط الاجر في الوظيفه العموميه 670 دينار تقريبا 200 اورو على اي ثقافه عمل تحكي وانت اليوم الترقيات والمعرشنو والمنافع والامتيازات بالمحسوبيه والولاءات الحزبيه دونك ماش نجم تحكي انا لا ما نحكيلهمش على ثقافه العمل دونك لا تولي تعرف تجربة كوريا حينما نهضت شنو عملوا لا ما هو نعطيك تحكي على كوريا كوريا في 1961 عملت شركه كيا كانت تصنع في التوك توك التريسيكل ونحن في تونس عملنا استياء شوف احنا بعد استياء سكرناه فهمتي ومشات وشوف توا فهمتي تقريبا شركه كيا هي ثالث فهمتي مصنع للسيارات في العالم دونك مساله اراده ومساله فهمتي تصور فهمتي وثقافه العمل تنتج راهو المنظومه الاقتصاديه الاجتماعية السياسية هي اللي تخرجك ثقافة العمل مثل ما الشعب تولد فهمت من عند ربي كسول تحفيز العاملين مثل الشعب زاد تولد من عند ربي فهمت ذكي وناشط منطقة تحفيز يعني والدليل أنه نرجع فهمت اليوم هاو الصين فهمت تقريبا سلسلة أهم العالم راهو في الخمسينات للشينوا كانوا محطوطين فهمت أكثر شعوب كسلا في العالم وأكثر شعب مستهلك للأفيون دونك ما ندخلوش في الواحد اثنين الاجراءات وميزانيه الدوله وناس تحكي لنا على ميزانيه الدوله كان وقت اللي ثم زياده في الاجور سيدي هاو نرجعوا احنا فهمتني الميزانيات المتتاليه ما ثماش قانون مالي ما فيهش اعفاءات جبائيه الاعفاءات الجبائيه ما تضرش ميزانيه الدوله تضر طبعا ما ثماش قانون ماليه ما فيهش فهمتي منح وامتيازات ماليه ونعطيك على سبيل المثال هي عفاءات مدروسه يقولوا شوف دقيقه دفع الاستثمار ما ثماش استثمار تحب نرجع نناقشوا على الاستثمار تنبين لك انه فهمتني هذا شكل من اشكال التلاعب واهدار الملعب الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل الوضع خليني نكمل لك عاد سامحني خليني نكمل لك مثالش عام 2016 الشركات الاجنبيه لوحدها فقط خذات ما يقارب ل 2850 مليون دينار منح يعني ما مش قروض راهي منح الشركات الاجنبيه هذه تنتج في تونس اولا فهمتني يعني كلها تخدم في اطار ما يسمى النظام الاوفشور هذاك الغير مقيم دونك عائدات الصادرات كلها ما ترجعش لتونس دونك ما عندها حتى مفعول بالعكس مفعولها سلبي على الميزان التجاري تستغل في يد عامله برخيصه فهمتي رخيصه وغير مؤهله ونعرفوها فانا قطاعات تشتغل والعمله تقريبا ما ترجعش في فهمتي قطاعات المناوله اللي فهمتني القيمه المضافه نتاعها ضعيفه جدا دونك شنو اللي نجم يبرر انه نعطي منح 2850 مليون دينار هذا في سنه واحده برك كانت نجم الدوله تستثمرهم هي مباشره ولا تعطيهم في شكل دعم لشركات صغرى متوسطه في تونس كان المردوديه تكون اكثر علاش نقول لك راهي المساله خيارات سياسيه اثنين احنا كي نشوفوا التهرب الضريبي في تونس التهرب الضريبي راه تقريبا 50% من ميزانيه الدوله من 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 من, 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 من المداخيل الجبائيه يعني الدوله اليوم تنجم تحصل كان شطر الاداءات حقها وهذا فهمتني يعني وما ثم حتى فهمتي التوا اجراء جدي وصارم في اتجاه مقاومه التهرب الضريبي اثنين الاقتصاد الموازي خسرنا تقريبا 11 مليون دينار سنويا الحكومه تشتد فيها والحكومه لما كلها فهمتني شعارات فضفاضه وما عندها حتى ما فماش اجراءات اتخذت وملاحقات جدي لمقاومه الاقتصاد الموازي دونك انت بهذايا الكل بالطبيعه فهمتي باش تلقى روحك في وضع انه امكانياتك الماليه محدوده اثنين هذا ينضاف له ايضا نشوفوا التخفيضات المتتاليه للمعاليم الديوانيه خدمه لمصالح الشركات الاوروبيه تحديدا تخفيض في المعاليم الديوانيه خسرنا سنويا راهو من 86 لتوا مش 2010 ما يقارب 3000 مليار دينار واحسب انت ونحتاج لتحفيزهم كي ينشئوا مصانع عندنا لا لا مش صحيح هذه مو الكذبه الكبرى كل الدراسات بما فيها لا مش عليك انت نعرف مش عليك انت نعرف انت فهمتي تفضل اسمع كل الدراسات بما فيها فهمتي الدراسه نتاع البنك المركزي اللي عملها في 2014 في تونس تاكد انه اخر حاجه تنجم تحفز الاستثمار الاجنبي وحتى الاستثمار المحلي هي الاعفاءات والامتيازات الجبائيه راهو الاستثمار الاجنبي يجي معناه والاستثمار بشكل عام الطلب وهو مهم جدا هذاك علاش اليوم نوعيه البضاعه الطلب يعني حجم السوق الداخليه نتاعك هذاك علاش اليوم الزياده في الاجور راهي ما تنفعش كان المواطنين فقط راهي الزياده في الاجور تخلق طلب زايد وهذا يخلي العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطه في تونس اللي تنتج للسوق المحليه تتحرك خاطر يعني الزياده في الاجور هي الحل فهمتني هاتوا نجيك شنو الحلول من بعد لا حل جزء من الحل حل من الحلول والزياده في الاجور تحرك الاقتصاد اثنين
البنية التحتية، ثلاثة اليد العاملة للمعنى المؤهلة، ونحن نشوفه اللي توا فهمت الاستثمار الأجنبي هذا ما يعتمد كان على يد عاملة غير مؤهلة. هذا كعلاش جينا فتات الاستثمار الأجنبي، الحلقة الضعيفة في الاستثمار الأجنبي اللي ما عنده حتى فهمتني يعني مردودية فعلية على هي فقط فهمتني آليات فهمتني للنهب والاستغلال. تركيا والمغرب يعني تقريبا أشياء مختلفة تقريبا في نفس الوضع. وشنو هذا يوني وصلنا منطقة تحفيز ونعرفه فهمتني، أي سنة نعمل فهمتني ولا إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنين، تجي المغرب فهمتني ولا تزايد عليك شوية تعمل 10 سنين، تجي أنت تعمل 15 عام، وراه فهمتني نفس الدراسة نتاع البنك العالمي شنو خرجت؟ خرجت أنه 66% من المؤسسات التي انتصبت وتمتعت بتشجيعات القانون الاستثمار كلها أغلقت. علاش؟ لأنه هذه فهمتني استثمارات طفيلية تربح من الإعفاءات والامتيازات. اليوم أنا باش الحل شنو هو؟ الحل فهمتني واللي الحكومة الحل عندي ملاحظة دقيقة في بعض الحلول. الحل الآني خطر الحل يعني على المدى المتوسط هو حل سياسي بامتياز ويقتضي فهمتني التغيير الشكل السياسي للطبيعة السياسية للسلطة وكذلك فهمتني التغيير بالطبيعة فهمتني منوال التنمية. الحل وين توا؟ أولا راهو إذا كان نحن نجم نقاومه فهمتني التضخم تو فهمت يخف الضغط شوي وتخف المطالبه بتحسين الاجور ومقاومه الضخم. اولا لابد من يعني دعم قيمه الدينار وهذا ما يحبوش يعملوه، وخاصه بعد فهمتني هاك القانون السيء نتاع استقلاليه البنك المركزي اللي ولا فيه البنك المركزي ما عادش تابع لتونس ولا تابع لكريستين لاغارد وتابع صندوق النقد الدولي، وتخلى فهمتني كليا على اي فهمتني سياسه تنجم تدعم الدينار. مش كامل مؤسسه وطنيه البنك المركزي اثنين اي مؤسسه وطنيه لكن مع الاسف لا 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 مع الاسف اليوم تحت الهيمنه المباشره بتاع صندوق النقد الدولي. لا وافقوك فيها بونت حر تنجم توافقنيش بياسر نعطي في رايي. اثنين اليوم كان ثم حل سهل في علاقه بالعجز التجاري، والحل راهو تسمح به حتى القوانين حتى المعادات الدوليه الفصل 12 على ما اظن كان غلط صالحني من اتفاقيه المنظمه العالميه للتجاره والفصل 16 ظهر لي من اتفاق الشراكه مع الاتحاد الاوروبي يقول انه الدول في حاله العجز التجاري المتفاقم عند الحق في اجراءات حمايه تتمثل في منع وتحديد توريد المنتوجات. هذا تطرح في تونس وتطرح في البرلمان ولكن الحكومه رفضت. علاش؟ لان حفاظا على مصالح بعض اللوبيات بتاع التوريد. يقول لك منطق السوق يحرم او يجرم القانون. القانون يسمح لك هذه اتفاقيه شوف هذه اتفاقيه تسمح لك راهو فهمتني، لكن حفاظا على مصالح فهمت اللوبيات التوريد حفاظا على مصالح الاتحاد الاوروبي. الناس هذه ما تحبش تمشي في اطار فهمتني التحديد الواردات. الحل الثالث دقيقة خاطر بون جيت مؤخر مكي مساج محسن نتكلم من قبل أكثر من تفضل مسير شا صاحبي محسن طوية دونك الحل الثالث هو فهمتي ضرورة التحكم في مسالك التوزيع والتحكم في مسالك التوزيع. مش نبعث مراقب للخضار في المرشي اللي يشري في البطاطا ب 12% نحبوا بيعها الدينار. لا سيدي التحكم اللي مش كل اللي يتحكم مثلا كي ناخذوا المواد الفلاحية اللي يتحكموا هم هيك البارونات اللي عندهم الإمكانيات واللي عندهم المخازن واللي عندهم فهمتي وسائل التبريد هذوك هم اللي يتحكموا. الديوانة يوميا تعمل في هذوك اليوم مداهمات. علاش وهذا علاش منين جاء؟ هذا جاء مش تو مش مش مش, مش مش جديد بالطبع. هذا من 92 وقت اللي فهمتي اقرت الحكومه تحرير تجاره المواد الفلاحيه ها وصلنا فهمتني للوضع هذا. دونك هذه اجراءات عاجله تنجم توا فهمتي تاخذها وتنجم تزيد في الاجور باش تدفع الاقتصاد، لانه الاقتصاد تبنى على زوز ركائز الاستثمار والاستهلاك. جماعه يحكوا لنا كان على الاستثمار راهو الاستهلاك ضروري جدا، لانه حتى بمنطق يعني المستثمر ينتج علاش؟ ما باش يربح ولا يبيع. اذا كان بيعش ما يربحش، اذا كان ماش سوق ما ثماش طلب ما يربحش. اي دونك فهمتي تولي هنا مساله ترفيع في الاجور ضروريه مش راهو من جانب اجتماعي وبنسخفوا على الموظفين الاجور اقتصادي اقتصاديا يعني. حتى بالمنطق الاقتصادي التقني راهو اليوم الترفيع في الاجور ضروري وضروري جدا. ولا حتى الخبراء مش مفاهمين سي حبيب عندي ما تعرف علاش نقول لك لانه اسمع ما ثماش حاجه ولا ما نحبش كلمه خبراء لانه الاقتصاد ماهوش مفصول على السياسه بالضبط. ودونك كل واحد يحكي في الاقتصاد
الاقتصاد راهو يحكي من خلفيه سياسيه وايديولوجيه هذا عن هذاك علاش رغم يعتمدوا الارقام اما حتى الارقام كل واحد يقراها ويفسرها بطريقته او بخلفيته السياسيه والايديولوجيه. تفضل حبيبي. هذاك هو النقطه اللي انتهى لها مصطفى هي هذه. نحن صحيح. امام مدرستين بالضبط. نحب ولا نكره سي محسن وسي مصطفى التوازن. واحد يمثل رؤيه اقتصاديه اجتماعيه ذات افق اشتراكي تقريبا رغم صحه ما يقال فيها وسي محسن ينطلق من رؤيه اقتصاد السوق الليبرالي تقريبا في لحظات ما نجمش نكون مثالش في لحظات الانتقال الكبرى اللي احنا فيها تو نحتاجوا كما عملنا في الحوار السياسي معناها عملنا حوار وطني في اللحظات هذه نحتاج الى ما يسمى بمجالس الحوار الاقتصادي والاجتماعي واللي يلزمها تكون مستقله عن الحكومه واللي هذا كان من التوصيات واللي ما تعملتش اللي هو منطق المشاركه. انت تحدثت على وثيقه قرطاج اليوم الرؤيه الحقيقيه للاسف اللي قاعده تصير هو ان الحكومات الكل من 2011 يقرروا حدهم صحيح يعملوا حوارات اجتماعيه مع المنظمات الاجتماعيه ولكن في الاغلب الاتحاد الصناعي والتجاره هو المحدد الاساسي والقوى الماليه الدوليه هي المحدد الاساسي. احنا في مرحله تاسيس نحتاج الى حوار اقتصادي اجتماعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي يجمع الزوز رؤى هذوما ونستطيع فيه ان نصيغ من والد تيم جديد. هذا ما تعملش بالفعل. انا نبدا من النقطه الاخرى اللي قالها صحبيب مهمه جدا. الحوار الاقتصادي ضروري رغم تعدد المجالس واعتقد انه اخر حوار هو كان في اطار وثيقه قرطاج ونقولها يعني كان في حوار جدي وشيق اما يتحط في الـ في الـ في مع الاخوه النقابين وصلنا حلول ثوريه يعني فما تنازلات كبيره قدمها الاتحاد وفما حلول اعتقد انها جيده جدا ولكن ديما اعتقد انه من الاخطاء اللي قمنا بها صحبيب بعد الثوره هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاسف الشديد تلك المؤسسه احنا في حاجه لها الان في المجال الاقتصادي والاجتماعي. نرجع بشده لي بصفه موجزه للحلول اللي ذكرتها قبيله. الحلول الأساسية كما قلت الحوار الحلول الاجتماعية الحلول الجبائية لتخفف الضغط الجبائي على الأجراء. نرجع إلى مسألة مقاومة التضخم راه موضوع مهم جدا ولا يمكن ان نواصل الامر على ما هو عليه. اذا كان شنو رايك في اللي قاله مصطفى رغم اللي هو يبدو بنزل ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي فما برشا امور نتفقوا فيها بالضبط. اليوم اذا كان نحبوا نرمموا المقدره الشرائيه الحل الاول هو ايجاد معضله لمساله التضخم. عندما غادرت الوزاره في 2016 نسبه التضخم 3.7% الان هي تقريبا مشى الى 8%. نقول انه الحل الاول على مستوى السياسه النقديه وهنا تسمحوا لي باش نذكر وانا ربما نختلف ويمكن نمشي فيها مع صديقي وانه السياسه النقديه اللي تستهدف التضخم واللي ينتهجها البنك المركزي ارى وان لم تعطي اكلها. اليوم التضخم نتاعنا هو تضخم مستورد ولا يمكن ان نقاوم التضخم المستورد. لماذا؟ التضخم المستورد من خلال الحكومة ما استقواتش علاش البنك المركزي ما عادش عنده قدرة على مقاومة التضخم بمقتضى قانون أساسي للبنك المركزي اللي فرضوا عليه البنك المركزي حسب قانونه الأساسي هو استهداف التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار واليوم السياسة النقدية اللي انتهجها البنك المركزي لم تؤتي أكلها والمتمثلة في الترفيع في نسبة الفائدة المرجعية. لا يمكن أن نقاوم التضخم المستورد من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المرجعية اللي عادت بالوبال على الاستهلاك عادت بالوبال على المؤسسة وعادت بالوبال على خلق فرص العمل. اليوم عديد القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري مهدد لأنه من بين أسبابها هو ارتفاع الأعباء المالية وارتفاع نسبة الفائدة وهذه فرصة باش نوجه إلى أصدقائي في البنك المركزي بربي مثالش افتحوا حوار اقتصادي حول مسألة الترفيع في نسبة الفائدة المرجعية وهل أنه سياستكم نجع ولا نجي وهل هو قرار سيادي أم لا هو شوف هو السياسة النقدية في الظروف العادية التي تنتهج لمقاومة التضخم هو الترفيع في نسبة الفائدة لامتصاص السيولة الموجودة ولا التقليص من نسبة التضخم ولكن نوعية التضخم اللي نتاعنا أساسا ومستورد لا يمكن أن نقاومه من
خلال الترفيه في نسبه الفائده المرجعيه، وهذه مقتنع بها. ونعطيك مثال اردوغان اخيرا نسبه التضخم 16%، طلب منه الترفيه في نسبه الفائده فرفض وقال عندي سياسه نقديه تقوم على الترفيه في نسب الفائده وعمل اجراءات حمائيه. تاهيل مسالك التوزيع يا صاحبيبي، هالكلام نسمعوا فيه بصراحه ما نحبش نحكي على اليوم، فما برنامج واقف في وزارة التجارة لتأهيل مسالك التوزيع كان سيمول من قبل لافدي الوكالة الفرنسية للتعاون الفني. تأهيل مسالك التوزيع يعني الاستثمار في الأسواق الموجودة، كان في سوق قوارص في منزل بوزلفة، سوق تمور في قبلي، كان في توسعة لسوق الجملة ببير القصعة. تأهيل مسالك التوزيع والاستثمار في هذا يؤدي إلى تقلص نسبة التجارة الموازية والانتصاب الفوضى بالضرورة. هذا يلزم يرجع يحدث هذا، هذا يلزم يرجع تأهيل مسالك التوزيع الانتصاب الفوضوي. علاش؟ لأنه سياسيا ينجموا يعملوا العركة هذه مع المضاربين. شو حد ما يمنع الحكومة وأن تستحمل في تأهيل مسالك سياسي كامل من خلال فهمتك شو تقصد. الثاني الانتصاب الفوضوي، اليوم من غير المقبول أنه يسمح بتداول سلع وخدمات خارج الأطر المنظمة. والحكومة بإمكانها أن توفر أماكن لانتصاب هالباعة المتجولين وتجرم وتمنع الانتصاب الفوضوي. اليوم التهريب المواد الأساسية للأسف الشديد، اليوم إذا كان فما فساد في تونس راهو على مستوى التهريب. اليوم تطوير نقاط العبور، تطوير إمكانية الديوانة، تجريم التهريب واللي يغلط واللي يهرب المواد الأساسية المدعمة، قوة الشعب التونسي لابد أن يتحمل يعني الجوانب القانونية. عندنا ايضا نقطه اخرى اللي هي توفير مخزونات تاع يصير السي محسن انت توصلنا بحاجات، والحكومه معنا عندها برنامج في هذا واعلن عليه السيد رئيس الحكومه. ولكن بشويه انا نطالبهم انه يسرعوا من وتيره انجازه، يعني مساله مقاومه التضخم في اطار سياسه كامله وبالتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسه النقديه. النقطه الثانيه وننتهي بها نقطتي فقط، مساله العجز الميزان التجاري. انا مع ترشيد التوريد والسيد رئيس الحكومه اعلن عن جديد الاجراءات. اليوم ما عادش عندنا امكانيه، لابد ان نستعمل الاجراءات التعريفيه الترفيه في نسب المعاليم الديوانيه اذا ممكن، واجراءات غير تعريفيه. اليوم ما عادش عندنا مجال للتحرك سوى ترشيد التوريد، ولكن هذا لا يكفي. التصدير، الاسواق الواعد افريقيا. اختم بنقطه الموضوع الثاني على غايه الاهميه وعلى الصله ايضا صديقي مصطفى، مساله الامتيازات الجبائيه والماليه. انا مع ترشيدها وإزدائها في إطار شروط وفي إطار ظروف، ولكن اليوم مناخ الأعمال متردي وعندك دول منافسة المغرب، تركيا، غيرها، لا يمكن أنك تستجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، قول عليه ما شئت، ولكن يساهم في خلق الثروة في تونس، يساهم في التشغيل. لا يمكن أن نشجع الاستثمار الداخلي والخارجي ما لم تكن هناك سياسة تحفيزية. ولكن ضريبية. أنا مع ترشيد إزداء الامتيازات الجبائية والمالية، وهذا أعتقد أنه سيد رئيس الحكومة أعلن عن ذلك، وفي تمشي في إطار ترشيد مسألة الإجراءات الامتيازات الجبائية والمالية. عديد الإجراءات يمكن أن نأخذها، ولكن في الثروات يا حبيب في الإمكانيات طبعا وكي نحكي على عجز الميزان التجاري أيضا على عجز الميزان الطاقي، وهذا يكون لابد أن نثمنوا ثرواتنا. محسن، مازال عندك حظ في الحديث. موضوعنا الثاني ذو صلة أيضا على المقدرة الشرائية والمؤشر العام للأسعار، الندوة نتاع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. والله وقع دعوتي ونعتذر لهم ما نجمتش تتعلق وأنت هوني بحذانا. افسح المجال سي مصطفى حتى ياخذ الحيز اللي هو جدير به في الحقيقه وجانا من بعيد حتى يدلي بدلو في المواضيع هذه. مصطفى اكيد عندك بعض النقاط حتى اختم معك. بعض النقاط انا نسمع في سي محسن، ها رئيس الحكومه اخذ اجراءات وتاخذ شويه وقت، هذا حديث نسمع فيه من وقت بن علي، معناها ثم اجراءات وصبروا شوي، معناها شو؟ معناها تحبوا الموظفين والاجراء يموتوا بالشر حتى للاجراءات تاعكم هذه، معناها تعطي مفعولها واللي باين معناها انه ما تنجمش تعطي مفعولها. في علاقه بالاستثمار الاجنبي الوهم هذا فهمت نتاع الاستثمار الاجنبي واللي ما ادى حتى نتيجه، هذا مش كلامين، هذا كلام فهمتني اللجنه الافريقيه لمنظمه الامم المتحده، خرجت دراسه مؤخرا واكدت انه فهمتي ما يسمى بالاستثمار الاجنبي هو وهم، لم يساهم في تطوير الاقتصاديات الافريقيه بل ساهم في تهميشها وتدميرها. او نعطيك مثال بسيط، احنا تقريبا عندنا 14900 شركه اجنبيه في تونس، تعرف اللي فيه 12000 شركه
لا تشغل احدا ابدا برؤوس اموال نتاع 500 دولار و500 اورو، هذه كلها فهمتي شركات، والبنك المركزي خرج فيها حتى فهمتي مره يعني وثيقه، لانه ما يسمى بالشركات الفوترة. هذه تتمتع بالامتيازات، تتمتع بالاعفاءات، وتشتغل هكاك فهمتي في مجال يعني ما يسمى في التجاره العالميه، ولكن في نفس الوقت لا تساهم لا في التشغيل ولا في خلق الثروه. تقول لي انه فهمتي ساهم في الميزان التجاري، احنا تعرف شنو مشكلتنا في الميزان التجاري؟ الميزان التجاري التصدير 65% من الصادرات التونسيه تدخل في اطار النظام الغير مقيم، يعني عائداتها ما ترجعش. هذاك علاش كل دفع لعمليه التصدير في النهايه ما نجمش يحسن الميزان التجاري، وراهو او على عكس ما يعتقد البعض مزيد من التصدير يؤدي الى مزيد من العجز. علاش؟ اذا التصدير مش الحل، ما هو مش اي تصدير، تصدير مدروس، مش اي تصدير، لانه احنا في تونس مشكلتنا شنو هو؟ نصدروا خاطر نحبوا فهمتني نلبوا الطلب الخارجي، مش خاطر عندنا فائض معناها مقارنة بالطلب الداخلي. وقت تدخل في منطقة انت تلبية فهمتي الأسواق الخارجية، بالطبيعة ما عادش باش تنتج الأسواق الداخلية، دونك تولي العملية عكسية، باش تلبي حاجات المواطنين يلزمك فهمتني تستورد. دونك هذا الوهم اللي عشنا عليه تقريبا من 72 قانون أفريل 72 حتى لتوا، التصدير بالشكل هذايا اللي موجود في تونس من نجم يؤدي كان إلى مزيد من العجز التجاري. باش نرجع خاطر هو الموضوع كان الاضراب. نعم. راهو كما قلت في الاول، راهو الاضراب اليوم اضراب القطاع العام، وبعدنا شوي على الاضراب، اما ما بعدناش برشا في صميم الموضوع، راهو ما يلزمش نفهموه على اساس انه مجرد فهمتني كحدث معزول، واضراب نتاع فهمتني موظفين يطالبوا بالزياده في الاجور، لانه مذكرك ثلاث ايام التالي ولا جمعه تقريبا صندوق النقد الدولي خرج بلاغ يحذر فيه الحكومه التونسيه من الزياده في في في, 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 في الاجور في الوظيفه العموميه، وهذا اعتداء صارخ على السياده الوطنيه، لانه صندوق النقد الدولي اش ندخلوا في السياسه الداخليه نتاع تونس؟ اش ندخلوا في سياسه الحكومه؟ ما اللي سلفك الى حملك، نرجع لك فهمتني، لانه اليوم نحن امام فهمتني زوز خيارات تقريبا فهمتني، ثم خيار اللي مرتمي مباشرة في أحضان صندوق النقد الدولي، واللي فهمتي ولت الحكومة والأحزاب الحاكمة والملتفة حولها هي في نهاية الأمر مجرد فهمتي بيادق لدى صندوق النقد الدولي مسؤول على كلامي. لا لا مسؤول على كلامي، بيادق وأكثر من بيادق. لا لا يتقال يتقال، هي ما ذاك هو الكلام يتقال، نعرف اللي وفهمتني مهمتهم هم لا عقل، انا ما زلت عاقل. الاثنين الحاجه الثانيه اللي الناس هذه فهمتني ما عاش عندها حتى علاقه بالتوانسه ومصلحه التوانسه، كل همها هو فهمتي تامين مصالح بعض العائلات وبعض اللوبيات النافذه في تونس. دونك هذاك علاش بالسياسه هذه ما تنجم دقيقه تؤدي كان الى تفقير وتهميش جزء واسع ولا شريحه واسعه من التوانسه، والاضراب العام نتصوره هو بدايه نتاع حلقه نتاع احتجاج واحتقان اجتماعي. حيك مصطفى جويلي استاذ الاقتصاد عضو المكتب السياسي لحزب الوطد الموحد. سريع جدا لاني لازم انتقل لموضوع ثاني. يعني لا الحقيقه استعمال كلمه بيادق ماذا بيا يعني شوف صديقي. شوف انا شو نقول، وانا صندوق النقد الدولي قلت قبيله ونعاودها، نحن من في حاجه اليه ونحن من في حاجه قلت لك احنا اللي مشينا له مش هو جاي، احنا اللي مشينا له مش هو اللي جاي. الحكومه مشيت وانا متاكد انا متاكد يا سيدي ماكي مشيت للصندوق لا مشيت انا متاكد لو الحكومه مشيت له مش التوانسه لا انا متاكد لو نخليو الناس تخدم على الرواحه ونلقاو مناخ اجتماعي وسياسي سليم ونخليو الحكومه تخدم بقدرة ربي نخرج من الحاجة إلى صندوق النقد الدولي. هذا المناخ الذي ذكرت. نعم. سي محسن. نعم. تبقى معنا سي مصطفى. معنا المناخ نرضى وبالفقر. لا لا تهميش. لا 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 نشكرك سي محسن نشكرك وتبقى معنا. الموضوع الثاني يعنيك أيضا. شكرا أنك جيتنا من نائب بالذمة سي مصطفى جويلي أستاذ الاقتصاد عضو المكتب السياسي لحزب الوطن الموحد. المؤشر العام للأسعار تطور في تونس وأثر أو تأثير ضعف الأجور أو تراجعها وتراجع القدرة الشرائية أمر لا يمكن إنكاره، حتى نقاشنا في الفقرة الأولى في موضوعنا الأول هو على صلة وثيقة في الحقيقة بندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، سماها ندوة تطور مؤشر الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية، رصد لأهم الأرقام والمعطيات التي نشرت على هامش هذه الندوة، وهي
موضوع مائدة مستديرة كما يفضل المعهد أن يسميها. إطلالة سريعة على هذه المؤشرات ونعود للنقاش والتعليق مع خبراء في هذا الباب، والموضوعين اليوم عندهم صبغة اجتماعية واقتصادية لا تخفى. التقرير لزهرة فضلي ولنا عودة مع ضيوف مختصين. We'll be right back.